جات وريباتلي ريباتلي بلا صفة بلا إشعار بلا قانون. قتلت لي دجاج، قتلت لي البهايم بقوة الخلعة، هربوا. عندي الخرفان ديال الناس هرباتهم، عندي قنية نص اللي تقتلها وهي حتى هنايا اللي تحت من الأنقاض راه تقتل، واللي باقي حي راه باقي حي. من الكلاب عاد رديتهم حشاكم. واش هاد السيدة هادي واش تحدات القانون؟ واش هي كتسنى بشي حاجة من غير القانون المغربي يا عباد الله؟ واش هي كتحدى القانون اللي كيقول فيه جلالة الملك أنكم تراعيوا الشعب وتراعيوا بما يرضي الله؟ هي نسات الله ونسات جلالة الملك وقامت بالقانون ديالها هي بوحدها. حنا النهار اللي كيخطب لينا الملك كيقول لينا حنا ولادو، بما أن حنا ولادو يعني حنا تحت الكنف ديالو، تحت الكنف ديالو هو ينصرنا، هو يعطينا يقولنا الحل ويأخذ لنا حقنا من هاد السيدة اللي دمرتنا ودمرت وليداتنا، اللي يالله باغين يبانوا، يالله باغين يخدموا البلاد. كناش محمد السادس الله ينصرو، هو بانا وبت جميع المغاربة اللي كنقولوا عليه بلاد السلم والسلام. راه بلادنا كنفتخروا بها من ضمن البلدان، وإذا به كتجي وحده وكتطيح لنا راسنا في التراب، كتطيح لنا راسنا بالظلم ديالها وبالتعسف ديالها، بالسلطه اللي دايره لراسها اللي كتحدى جميع الناس داو السلطات. السلام عليكم. قبل ما نعاود على المشكل خصني نعرف راسي بعدا واش انا مواطنه مغربيه، وداك لاكارت ديدونتيتي اللي عندي فيها جنسيه مغربيه واش بالفعل كنتمي للمغرب؟ واش بالفعل عندي حق في المغرب؟ واش كتمشي عليا القوانين ديال المغرب؟ ولا الا كنت غير جيت من سميتو غنتسمى لاجئه، ولا جي عنده قوانين ديالو؟ انا كنعرف بلي راه المواطن المغربي راه كيبني راسو براسو. نتوما خوتي راكم كتعرفوا بلي راه اي واحد اللي هو مغربي قح، ما كنهضرش على اي شكون ما كان، كنهضر على المغاربه اللي هما مغاربه بالفعل، مواطن وكيحس بالمواطنه. انا شريت هاد الضيعه، درت فيها كريديات، درت فيها تشجعت وتحفيت شريتها في 2008، يعني ماشي جديده، الصوره عندي قديم. انا اول واحد كاين هنا من شريت من عند الوراثه، اول واحد قبل ما يكون هاد الدوار اللي مورايا وقبل ما كيكونوا الدواور اللي كاينين في جنابي، انا وهاد السيد هذا اللي جاري. دايره ضيعه ديالي فيها فريرجات، فيها قنيه، فيها حواله، فيها اي حاجه كتعرفوا نتوما. راه الناس في العروبيه راه غضروري غيدير شي سميتو كنتعاون به. درت على شكل ان مزرعه وفي نفس الوقت تعاونيه، كنهز داكشي اللي عندي وكنديه كنبيعو باش نتعاون مع راسي. راجلي متقاعد، انا ربيت بيت، كنت خدامه وجلست، عندي وليدات كيخصني باش نعيشهم، باش غنعيشهم من بعد التقاعد كيخصني فين غندير اقتصاد ديالي، ندير شي حاجه غنخدم بها. واحد الماستر وزوج من 2008 عباد الله، من 2008 وانا بنيت الصور كتجي في 2022. كنجي في واحد الصبيحه ديال يوم الجمعه، الناس كيهزوا كفوفهم للسماء وكيطلبوا الله سبحانه وتعالى يعاونهم. فاذا بي انا كنتفاجئ بالجيران كيعيطوا لي كيقولوا لي الدار ديالك تتريب، الدار ديالي كتريب عباد الله، باش كتريب ليا هاد الدار؟ لحقيتاش واحد انسانه من السلطات تدعي القوه، تحدات جميع المساطر القانونيه، تحداتها ما بلغتني، ما عطاتني انذار. انا كنعرف انسان كيبغي يهدم كيعطي انذار، مع انني ما دايره شي حاجه اللي مخالفه القانون باش غتعطيني انذار. ما عطاتني انذار، ما جابت لي اقرار بحكم المحكمه للهدم. جات
هدمات لي في 8 لاروب. واش كي هل يعقل في 8 لاروب وحنا ما كنلقاوش الموظفين ديال المقاطعه؟ الا مشيتي تصاوب ورقه ما كتلقاش الموظف، في حين ان هاد السيده مترصده ليا نخرج من محلي تجي هي تريب من ورايا. شكون هذه المسؤوله؟ المسؤوله ديال 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 المقاطعه السادسه اللي هي في نعم. شنو الصفه ديالها بالضبط؟ الصفه ديالها قائده، خليفه كيقول خليفه او لا خليفه القائد، وباقا ما ترقاتش الله اعلم. المهم انا كنعرف عليها ملي كانوا منين كنت انا هنا كانت خليفه، دابا راه كيقولوا عليها قائده. جات جات وريبات لي، ريبات لي بلا صفه بلا اشعار بلا قانون. قتلت لي الدجاج، قتلت لي البهايم بقوه الخلعه، هربوا عندي، عندي الخرفان ديال الناس هرباتهم، عندي قنيه نص اللي تقتلها وهي قد هنايا اللي تحت من الانقاض راه تقتل، واللي باقي حي راه باقي حي. من الكلاب عاد رديتهم حشاكم. واش هاد السيده هادي واش تحدات القانون؟ واش هي كتسنى بشي حاجه من غير القانون المغربي يا عباد الله؟ واش هي كتحدى القانون اللي كيقول فيه جلالة الملك انكم تراعيوا الشعب وتراعيوا بما يرضي الله؟ هي نسات الله ونسات جلالة الملك وقامت بالقانون ديالها هي بوحدها، دارت شي حاجه اللي ما كيدارش، ما راعاتش انني تحيد لي المكانه ديال الضو عندي ويوقع التماس وغادي تفرقع كل شيء. هاد الشيء قامت بالزلزال ديالها وكاننا في سوريا وكاننا في ليبيا، وزاد كملاتها بغات تبومباردي كل شيء ودير لنا اعصار هنايا ديال 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 الجوتات. لو كان ما كانش عندي انا حق في هاد الارض ديالي، علاش غيعطوني ندير انايا المكانه ديال الظلمه؟ علاش غير عطوني ترخيص باش غديرها انني ترخيص؟ راه هو شي حاجه اداريه كتجي من عند الجماعه وتجي من عند القياده وكتجي وقيل الله اعلم من عند رضا، الا ما كانوش هاد الثلاثه الناس كاملين متحدين في خدمه واحده. هاد السيده قامت بالجريمه ديالها، على بهذا المعنى قامت بالجريمه ديالها وبلا ما تشعر مالين الملك، ومع ثلاثة ونص كتصيفط لي الناس ديال ريضال. علاش يقطعوا لي المكانة ديال الضو؟ اش من حقها يقطع لي هي المكانة ديال الضو لا هي لا ريضال؟ ريضال شركة شريت من عندها كنخلصها، ما عندهاش الحق تقطع لي باش تخفي المعالم والآثار ديال الجريمة ديالها، جاية تحيد لي المكانة ديال الضو. علاش؟ حيت هذاك المكانة ديال الضو راه هي الدليل القاطع لنا هاد السيدة هادي دارت شي حاجة خارقة على القانون. فشنو المطلب ديالك؟ كناش جلالة الملك السيد الفتيت وزير الداخلية السي الحموشي يقوم بالبحث ديالو ويناصرونا على اللي ما نصرناش. عندنا هاد الشعار وعندنا هاد الراية اللي حنا يا ولاد الشعب ومن الشعب. حنا ولاد، حنا النهار اللي كيخطب لينا الملك كيقول لينا حنا ولادو، بما ان حنا ولادو يعني حنا تحت الكنف ديالو، تحت الكنف ديالو هو ينصرنا، هو يعطينا يقول لنا الحل وياخذ لنا حقنا من هاد السيده اللي دمرتنا ودمرت وليداتنا اللي يلاه باغين يبانوا، يلاه باغين يخدموا البلاد. كناش محمد السادس الله ينصرو هو بانا وبت جميع المغاربه اللي كنقولوا عليه بلاد السلم والسلام. راه بلادنا كنفتخروا بها من ضمن البلدان، واذا به كتجي وحده وكطيح لنا راسنا في التراب، كطيح لنا راسنا بالظلم ديالها وبالتعسف ديالها بالسلطه اللي دايره لراسها اللي كتحدى جميع الناس داو السلطات والناس اللي عندهم قيمه او كراد. كتقول لهم اودي نتوما ما كتعرفوا والو، حيدو انا راه جيت ودرت قانوني الراسي. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تيفي جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.